دكتور ماهر، الحقيقة يعني يمكن حلقة النهاردة مهمة لأننا مقبلين على عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضرتك طيب وبخير، وده يمكن بيحتاج ترتيبات كتيرة بقى، وخاصة من بعض السيدات، وكمان للأسف بنشهد الفترة دي ارتفاع في درجة الحرارة كده. فازاي تنصح السيدات والشباب كمان في ظل بقى الجو يعني الطقس شديد الحرارة، ازاي نحافظ على بشرتنا وعلى شعرنا وعلى جمال وترطيب البشرة والشعر؟ طيب، بداية كل واحد لازم يكون عارف طبيعة بشرته. يعني البشرة يا إما بتبقى بشرة جافة، ونعرفها إزاي؟ إن إحنا لو مشينا إيدنا على الوش كده أو على الجلد بنسمع له زي صوت كده، تحس فيه ناشف، له صوت كده الجلد على بعضه. البشرة الدهنية اللي بتلاقيها دايما فيها لمعة، شوية زيت بسيط كده موجودين على البشرة، وفي الغالب دول بيبقى عندهم المسام واسعة شوية. لو جبنا منديل بتاعنا، المنديل ورق التيشو بتاعنا اللي حطيناه على الجلد، تلاقيه ممكن يزيد سنه مع بعض الناس. بعض الناس بتبقى بشرتهم مختلطه، تلاقي في جزء دهني والجزء الثاني جاف. وفي بعض الناس بتبقى بشرتهم حساسه، ممكن تبقى جافه وحساسه، او دهنيه وحساسه، او مختلطه وحساسه. يبقى انا بفهم طبيعه بشرتي، وبناء عليه لازم استعمل مستحضرات مناسبه للنوع ده من البشره. رقم واحد، لازم يكون في عندي غسول مناسب لبشرتي. الغسول المناسب للبشرة الجافة في الغالب بيبقى في شكل جل. الغسول المناسب للبشرة الدهنية بيبقى إما زي سائل أو في شكل فوم. البشرة الحساسة بشرة محيرة شوية، وبنحاول نتعامل معها بحرص شديد. صح. رقم اتنين، لازم الترطيب. في مقولة بتقول الترطيب يفعل كل شيء. لو مجرد ان الشخص او البنت فقط بتستعمل كريم ترطيب من بدري، ممكن ما تحتاجش حاجه بعد كده. طب دكتور، يعني الترطيب مهم حتى للبشره الدهنيه؟ لان بالزبط. في مفهوم خاطئ يا دكتور ان البشره الدهنيه دي بتفرز كميات من الزيوت، فما ينفعش استخدم مرطبات. برافو عليك. البشره الدهنيه لازم ارطبها قبل البشره الجافه. ارطبها بكريمات ترطيب مناسبه للبشره الدهنيه. البشره الدهنيه لو ما رطبتهاش، الجلد هينشف شويه، الجلد هيستفز، هتلاقي ان الغدد الدهنيه الموجوده في البشره الدهنيه اللي هي اصلا بطبيعتها نشاطها زياده، نشاطها يزيد اكتر، هتقوم تطلع دهون عشان ترطب البشره لوحدها. لما تطلع دهون هتوسع المسام، تلاقي كلهم بيشتكوا ان المسام واسعه. المسام واسعه، وبيبقى في شكل كمان مش لطيف خالص في الجلد، وخاصه حب الشباب والحاجات دي يا دكتور برافو عليك. برضو زياده ولذلك حب الشباب بيزيد شويه في فصل الايه؟ في فصل الصيف. ليه؟ لان المفروض ان الشخص لما متعرض للشمس فالجلد حاسس ان هو هيتاذي، فبيبدا يفرز دهون زياده عشان تغطي الجلد عشان تحميه من الشمس. الدهون الزياده بتعمل حب شباب. يبقى قلنا رقم واحد الغسول، رقم اتنين المرطب المناسب للبشره، رقم ثلاثة واقي الشمس. هايل. واقي الشمس ده مهم جدا. واقي الشمس مش مجرد ان انا بحافظ على نفسي من الغمقان او البقع او الحاجات دي، لا. احنا عندنا نوع من انواع اشعه الشمس، مش لازم يبقى الجو حر على فكره، مجرد بس اشعه الشمس. في نوع منها بيسبب لا قدر الله سرطان، لا قدر الله، وده رقم واحد في الاسباب. وفي نوع منها بيكسر الدي ان ايه الموجود في الكولاجين، بيخلي الجلد يعجز بدري. صحيح. يحصل تجاعيد من بدري. اكتر ناس عندهم تجاعيد اهالينا الفلاحين. صحيح. اللي موجودين في الـ في الـ في الـ في الارض، الأراضي او اهالينا العمال اللي طول اليوم موجودين في الشوارع، فتلاقي عندهم الخطوط محفوره في وشهم بسبب عدم استعمال واقي الشمس. واقي الشمس المناسب للبشره الدهنيه بيكون في شكل جل او في شكل سائل، لوشن احيانا كمان يا دكتور، ولوشن بالظبط. المناسب للبشره الجافه بيكون في شكل كريم. كانت مشكله الناس زمان ان واقي الشمس بيدهنن وبيغير، لكن ما بقاش موجود خالص في ظل وجود الانواع الجديده. صحيح. لا يمكن كمان في بعض البرودكتس دلوقتي في البراندات، نلاقي الستان بلوك في نسبه فاونديشن للبنات بقى قبل ما تنزل الصبح. بالزبط. ممكن تستخدمه، هو في الاس دي اف وفي فاونديشن. بقول لهم اللي في فاونديشن حمايته اعلى من العادي كمان. طب كويس. فيستعملوه، مفيش منه اي خوف. مهم قوي يا دكتور، هتهم بنات كتير قوي وسيدات كتير بيتفرجوا علينا، وخاصه بقى في موسم فعلا الصيف والساحل، ما بتبقاش عايزه تحط منتجات كتير على بشرتها. بالظبط. فانها تستخدم حاجه تكون 2 ان 1 زي ما بيقولوا، هي سان بلوك وفي نفس الوقت فيها فاونديشن والاس بي اف بتاعتها او عامل الحمايه اكتر زي ما حضرتك بتوضح. يبقى شيء ممتاز قوي. ممتاز. جينا بقى بالليل، رجعنا هنروح برضه نستعمل نفس الغسول، نشيل كل الحاجات دي،
ونبدا نحط حاجه فيها فيتامين سي او ريتينول، ممكن بالتبادل مع بعض. سيروم بقى يا دكتور؟ سيروم يستحسن هو يكون سيروم، ويستحسن ان لازم نستعمل كريم عين. كل الاجيال الجديده بتشتكي ان عندهم دايما هالات تحت العين عشان الموبايل اللي احنا ماسكينه معظم الوقت بيطلع منه حاجه اسمها بلو لايت، وبتاثر كانها قاعده في الشمس 24 ساعه. فاحنا بنقول لها واقي الشمس مهم جدا. مهم يا دكتور جدا، والحقيقه يعني معلومات قيمه جدا. طيب خليني يا دكتور بقى اسال حضرتك دلوقتي قبل العيد، يعني كتير قوي من البنات والسيدات اللي بيتفرجوا علينا هتبقى عايزه تعمل حاجه، بنسمع كتير بقى اليومين اللي قبل العيد دول بيعملوا ماسكات ووصفات وحاجات زي كده. هل ده مفيد ولا هو ما ينفعش استخدم اي وصفه عندي في البيت؟ طيب اللي عايزه تلاقي نتيجه سريعه، هل في سيشنز معينه زي ما بنسمع مثلا حقنه الميزوثيرابي، الابر الملكيه، الابر الذهبيه، الحاجات دي يا دكتور، والسيشنز في العياده، ايه اللي ممكن السيدات تروح تعمله وتظهر نتيجه سريعه في ال 10 ايام دول اللي قبل العيد؟ طيب احنا قدامنا وقت قليل فعلا، 10 ايام، فبتبقى اسرع حاجه اللي هي حاجه بسموها السكين بوستر. السكين بوستر دي عباره عن هيالونيك اسيد بتركيز عالي جدا، دي بتتحقن في الوش في نقط معينه، ما بتديش اي فوليوم، ما بتديش اي حجم نهائيا، بس بتدي نضاره. تيجي المراه تقول لي يا دكتوره هتعمل لي ايه؟ فبقول لها كانك بتستعملي روتين للبشره بقالك سنه، تستعملي غسول ومرطب وواقي شمس، وهتحصلوا على النتيجه دي بعد الجلسه مباشره. في طبعا اسماء كتير موجوده، انواع للسكين بوستر، انواع للسكين بوستر الدكتور اللي بيحددها. في انواع بتحقن مره دلوقتي، ومره بعد شهرين، ومره بعد 6 شهور، وبعد كده مره كل 6 شهور. في ممكن تعمل ديرمابين. الديرمابين دي من افضل الحاجات اللي بتحفز الكولاجين. فكرتها ان احنا عندنا زي سنون بسيطه كده بتدخل في الجلد بشكل بسيط. السنون دي لما بتدخل في الجلد بتعمل زي حاجه اسمها مايكرو نيرد، بتعمل زي جروح صغنونه قوي قوي ما بنشوفهاش بعينينا. الجلد بيستفز، بيعمل هيلنج، وبيعمل هيلنج بيجدد الايه الانسجه، بيفرز كولاجين، بيساعد الجلد ان هو يبدا يحفزه لافراز الكولاجين الطبيعي بالزبط من داخل الجلد. لو اتحط معاه كمان في نفس الجلسه ميزوثيرابي بتحط بشكل موضعي، هيكون امتصاصه اعلى وهتدي نتيجه ممتازه جدا. كل ما بتكون الجلسه عميقه بتدي نتيجه حلوه قوي. الفراكشنال ليزر، الفراكشنال سي او 2 ليزر ده نتيجته ممتازه جدا، هو حاجه اعلى شويه من الديرمابين، نوع من انواع الليزر، بتدخل في الجلد بشكل تعمل برضه زي مايكروند صغنونه قوي، برضه بتحفز الكولاجين، بس دي محتاجه بعديها من 3 لـ5 ايام نقلل التعرض للشمس، ولازم نحط واقي شمس، ويبقى شكل الجلد ملتهب شويه. التقشير نتيجته رائعه جدا جدا جدا، وموصى بيه. جابوا مجموعه رجاله ومجموعه سيدات عند سن 50 سنه عشان يشوفوا شكل الجلد عند مين احلى. طلع عند الرجاله في السن ده افضل، عند سن 50 سنه. ليه بقى يا دكتور؟ طيب هو ارجعوا لعوامل كتير، كان منها الحلاقه اللي احنا كل يوم بنعملها دي، شيفنج اللي يعتبر هو زي بيلنج بسيط بالزبط للبشره. ده قال لك بالظبط زي البيلنج، فزيك وصوا بالتقشير مره كل 6 شهور على الاقل في العياده. كويس جدا.